بص كده نبدا بقى منين، او كلمه ايه بقى هنا؟ ميك اب ووتر سيستم، وحده معالجه للميه. انت مصدر الميه اصلا عندك منين؟ من نهر النيل. طيب ميه نهر النيل دي بقى فيها ايه؟ فيها املاح، فيها طينه، فيها شوائب، فيها طحالب، فيها كل حاجه، فيها غازات دايبه، فيها كل الملوثات، جميع الملوثات، سواء كانت سسبندد سوليدز او سواء كانت ديسولفيد سوليدز او سواء كانت ديسولفيد جازز. يبقى غازات دايبه؟ اه، في ثاني اكسيد الكربون وفي اكسجين، كل ده دايب في الميه عشان الميه مفتوحه يعني على الجو، مش هيخش فيها ثاني اكسيد الكربون ليه؟ مش هيخش فيها اكسجين ليه؟ مش هيخش فيها كبريتيد الهيدروجين ليه؟ اي غازات تدوب في الميه. كذلك برضه شوائب، لو واحد رمى قفص في النيل مش هيعوم على سطح الميه، سسبند سوليدز، واحد لقى حاجه ميته راح راميها برضه في النيل، ها عايم على الميه. ورد النيل اللي بيطلع من قلب النيل ده برضه عايم على الميه، حاجات كتير عايم على الميه. واحد حدف طوبه في الميه، حدف مش عارف ايه في الميه، هكذا. ففي هتلاقي حاجات عالقه بالميه ماشي، الطينه نفسها موجود، في سسبندد سوليدز موجود، في حاجات دايبه في الميه، الاملاح، في كربونات كالسيوم، في بيكربونات كالسيوم وصوديوم، في كلوريد صوديوم، وفي بيكربونات صوديوم، في كل حاجه، كل الاملاح، املاح الصوديوم، املاح الكالسيوم، املاح المغنيسيوم، املاح البوتاسيوم، كله موجود. يبقى لابد من وحده معالجه ايه؟ كيميائيه. عشان كده بص بقى فعلا كده، يبقى ادي بدايه السايكل اهي. شايفين الزجزاج ده؟ الزجزاج ده معناه نهر النيل. بعد نهر الايه؟ النيل. اخد المايه زي ما هي كده، نسميها بقى رو ووتر. نسمي المايه زي ما هي كده، اسمها ايه؟ مياه خام يعني. مياه خام يعني زي ما هي. كل العمل اللي فيها وكل الملوثات اللي فيها كل حاجه. اسميها رو ووتر. مياه خام. فيها كل الملوثات. حطيت حاجه اسمها رو ووتر بامبس، رو ووتر بامبس. مضخات تسحب من الميه من نهر النيل وتوديها فين؟ على وحده المعالجه. وحده الايه؟ المعالجه. اللي هي بتنضف بقى؟ اه هي دي بقى. فيها ايه بقى وحده المعالجه دي بقى؟ هتاخدوها بالتفصيل بس هنقول بسرعه كده. فيها مروقات. يبقى هتروق الميه منين؟ من الطينه. الحاجات بس العالقه بقى. في فلاتر هنفلتر الميه، لا لسه هنفلتر الميه من المواد الايه؟ العايمه بقى العالقه. في حاجه كده ماشيه مع وش الميه كده، مين اللي يحجزها؟ فلاتر يحجزها. خلاص يبقى اي مواد عالقه، اي سسبندد سوليدز مش قابلتها توقفها. يبقى كده فلترنا الميه. بعد كده الميه كده بقت هنا ايه؟ ما فيهاش طينه، المراوقات خلاص شالت منها الطينه والروبه والحاجات اللي فيها دي، خلاص نزلت تحت في المروق والميه النظيفه بقت منين؟ فوق عن طريق الجرافيتي. كل الطينه طبعا بيضيفوا حاجه اسمها ماده كيميائيه جوه المروق، تقعد تجمع فين؟ في الطينه دي، تقعد تلمها يعني. بتعمل كتله كده من الطينه تتقل في الجرافيتي، ايه؟ تسقط. ومكسحها من تحت، في كاسحات كده تكنسها من تحت كده، تطلعها من تحت وبيارة تحت كده وانقلها، بعد كده رجعها على النيل. بس بعد معالجتها خلاص، يبقى معناها الميه من فوق ايه؟ ما فيهاش طينه. بعد كده اخش على الفلاتر عشان لو في بقى حاجه خفيفه عايمه فوق عشان تنزل تحت. خلاص يبقى الفلتر يحجزها. خش بعد كده الميه بقى على وحده نزع املاح. وحده نزع املاح. تشيل بقى الاملاح، املاح الكالسيوم، املاح الصوديوم، املاح البوتاسيوم والمغنيسيوم، كلها يتشال بقى. تشيل املاح. وحاجات برضو تشيل الغازات الدايبه. خلاص كل ده خلاص، وعالجت الميه واجيبها فين بقى؟ خلاص اوديها فين بقى الميه دي؟ اوديها فين؟ اوديها في تحت المكثف على طول، في حاجه اسمها هوت ويل. اوديها تحت المكثف. هوت ويل. هوت ويل. كبير كده او مكان كده للميه.
خلاص عادي دي هنقول مين اللي خلص. بعد كده هسحب الميه من الهطول ده المكثف وانقلها عن طريق ايه؟ ترمبات. ماشي كده؟ ويعني مش هنتكلم في الصيد دي كتير، هنخليها ان شاء الله بكره، بس هنقلها بترمبات. في الاخر هودي فين بقى؟ هسخن شايفين كده اهو. المهم هودي فين بعد كده؟ على ايه؟ بويلر. ودي حضرتك خطوط التسخين اللي احنا بناخدها بناخد بخار نعم. هنتكلم عنها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله. شوف خدود الاستنزاف دي كله جاي من التربينه اهي، اسمها خدود الاستنزاف اهي، كله جاي من التربينه. كله جاي من التربينه. واحده من ناحيه الهاي بريشر، واحده من الاي بريشر، واحده من اللو بريشر. دي الخدود اللي هسخن فيها فين؟ الميه بعد ما عالجتها خدها ومشيها، هتكلم عنها بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. هودي فين؟ على الايه؟ على البولجر. فدي بيسموها ستيم اند ووتر سايكل، دي هاجلها شويه. ستيم اند ووتر سايكل هو الهوت ويل ده بستخدمه عشان يسخن الميه من خلال خلال لا ما سخنش هو الميه. هو بودي الميه للامبيانت تمبريتشر. الامبيانت تمبريتشر انت عالجت الميه مظبوط؟ خدتها من النيل على حالتها في النيل دلوقتي. حرارتها مثلا الحد الاقصى ميه النيل لا يتعدى 29 درجه. اقصى درجه حراره مصممين عليها، اقصى حاجه لا يمكن اوعى تقول لي بقى 29 ونص، لا يمكن. اقصى حاجه صممنا عليها اعلى درجه حراره ممكن توصلها ميه النيل كام؟ في عز الصيف وبعز الشمس اعلى حاجه كام؟ 29 درجه. ماشي كده؟ المينيموم ده بقى ما اقدرش احصره. لان يعني ممكن تيجي في وقت من الاوقات في الشتاء الاقيها 13 درجه. الاقيها 15 درجه، 17 درجه، 20 درجه. ما اعرفش بقى. ممكن 10 درجات. يعني عندي صيف وعندي شتاء وعندي ربيع وعندي خريف. عشان كده لما اجي اصمم بقى ما اصممش على الادنى. اصمم على الايه؟ على الاقصى. ليه؟ انا هاخد منها ميه ابرد بيها. لما انت هتاخد ميه تبرد بيها هتبني على مين؟ تبني على اقصى درجه حراره ولا اقل درجه حراره؟ الاقصى طبعا. كل ما تقل خير وبركه. يا سلام تشكر. تكلفة بقى زادت وما نفعتش بعد كده للتبريد. انا مثلا مصمم سيستم التبريد مثلا على 20 درجه. بقيت فجاه كده بقت 29. السيستم اللي انا ببرد بيه ده هينفع يبرد؟ ما ينفعش. ما ينفعش عمرك. عشان تيجي تصمم اي كولينج سيستم لازم تصممه على اعلى درجه حراره اللي هي الماكسيمم تمبريتشر. عشان كده مصممين على 29 درجه. دي ميه النيل لا يمكن تتعدى هذه الدرجه. 29 درجه مئويه. يبقى كلم الميه دي اللي عالجتها دي خلاص، والامبيانت تمبريتشر يعني الحراره الموجوده والضغط برضو ايه؟ ضغط عالي. خلاص وعبيها هنا في الهوت ويل يعني ضغط جوي يعني ده خلاص عبيتها بقى وابدا السايكل بقى ابدا اخدها بقى واسخن اسخن المهم في الاخر ادخل الميه في الغلايه ماشي كده ادخل الميه في الغلايه احنا قلنا هندخلها كام؟ 50 52 النورمال اوبريشن في بدايه السايكل ضغط كام ماشي كده لسه بقى هكلمك عنها بعد كده بس اهم حاجه دلوقتي بدايه الميه الميه على فكره يعني بعد ما بتخش على بس تحت لان فوق مواسير تبريد ولكن انا مش بخار خلاص يعني معناها لسه انا عندي ما اشتغلتش يعني جزء الفوق لسه ما اشتغلش انا هعبي الاول الميه اللي هشتغل بيها الاول عشان اجيب بقى بخار وهيطلع البخار منين؟ إيه؟ لازم يكون اساسه ميه. فانا هعالج الميه واحطها عبي فيها ايه؟ مكثف. المكثف تقريبا بيشيل حوالي 80,000 لتر. حوالي 80,000 لتر. بعبي المكثف. دي اسمها متعلقه وابدا بقى بيها السايكل ابدا اشتغل بيها. بس احنا قلنا هنأجل السايكل دي لبكره يوم الاربعاء يعني. السايكل دي، المهم دي السايكل بتاعت المايه والبخار يعني. خلاص يبقى المايه هاخدها من الكوندنسر بعد ما عالجتها وشلت منها المواد العالقه
المواد الزائبة، الأملاح، الغازات، كل ده. عالجتها خلاص، حطيتها في كوندنسر وابدأ السايكل بتاعتي. في الآخر المية دي هتخش على البويلر. البويلر وظيفته إيه؟ يحول المية إلى بخار. عشان كده المية إلى بخار. البخار بتاعي هيخرج أهو. من 540 بقى درجة، وكمية البخار 270 طن، والطاقة 170. اللي أنا عايزه كديزاين بارامتر يعني. ديزاين بارامتر انا محتاجه عشان اخش على حضرتك. نعم. سؤال دلوقتي، المايه هنا كانت طالعه 8% بيشرب 8% بيشرب 8% جزء جزء كيلو جرام على سنتيمتر ايه؟ دخل على دخل على السبع مراحل دول، طلعت المايه 250 جرام مايه. والدوشه بكام؟ الدوشه ده انا عامل بامب هنا على النار ان شاء الله. الدوش هنا يوصل حوالي 195 كيلو جرام على الساعه. 195؟ ولسه هعمل دروب كمان جوه البويلر هتوصل نص. يعني الدوش المحشور يعني عندي بامب هنا. بص انا عندي بامب بتكلم عنها في السايكل اسمها بويلر فيد ووتر بامب. بويلر فيد ووتر بامب اللي موجوده عندك على التي اس. بتعمل تي اس جرام تحط الايه؟ البامب دي بالظبط. التي اس البامب دي ضغطها بيوصل 220 بار. 220 بار يعني 220 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. البامب هتلاقيها تحت هنا اهو. مش البامب تحت خالص هنا. اسمها هيبقى اللي انت قلت عليها الحته اللي انت قلت عليها بقى هدورها من تحت. البامب دي هدورها ليه؟ لان الكهرباء منها 7500 حصان. وانت مش هتدور بالبخار يبقى تحط واحده بالكهرباء دي. عايزه موتور كهرباء كام؟ 7500 حصان. تعرف يعني ايه 7500 حصان؟ قربة الحصان كده بالكيلو وات كده حوالي تقريبا ممكن تقول 5 ميجا وات. ترومبا 5 ميجا وانت عايز منها اتنين على العين. يعني ترومبات المايه بس اللي فاضل المايه الغاليه بس دول لوحدهم ياخدوا لهم مثلا 10 ميجا ولا 11 ميجا وات كتير. ولا الباقي هياخد ايه؟ ده انا بستهلك 20 ميجا وما بستخدمش ليه؟ الكهرباء بتوع دول بستخدم اللي هم بنهارهم بالبخار بستهلك 20 ميجا. ما لو هشغل دول بقى احط عليهم كام بقى؟ الفكره بتاعتك صح. انا ادور حاجات بقى اللي هتستهلك مني كهرباء كتير دي قوي دي لا اخد لها شويه بخار ادورها صح واوفر فعلا. وفرت 10 ميجا وات او 11 ميجا وات فعلا صح. بس انا فكرت في وقت ما اقترحت ده ان انا كده كده انا محتاج البخار ده يدور التربينه ويخش على الجنريتور ويدور يطلع لي الكهرباء. فما اثر الطريق ده ما انا اخد كهرباء من بعد الجنريتور ما انا اخد على طول ستيب يدور لي على طول الشوت بتاع البامب. ماشي. بس يبقى بقى الكونسيومر هياخد ايه؟ طب هو دي المشكله يعني الاوتو كنترول شوت ان انا اقدر اتحكم في كميه الميه اللي انا ادخلها للتربينه. طبعا. فلو زودت الغلاف اصلا. كميه البخار اللي هتخش على صح. انا زودت نسبه الستيم ومقابل كده انا اوفر كميه الكهرباء اللي هستهلكها للبمبات. هو فاهم انا عامل كده فعلا؟ لكل البمبات. لا كل البمبات دي صعبه. حاجه معينه. اصل انا محتاج ستارت اب من محاولات ثانيه من بريطانيا بره او كده. ما هو انت هتبص برضه للتكنيك. تمام. مش موضوع التحليل. انت عشان دلوقتي هتزود بتقول بقى هتزود يعني معناه انت هتحمل على وحده معالجه. لازم تعالجي بقى كميه ايه اكبر. صح كده؟ يبقى بالتالي المعالجات اللي بعد المعالجه دي معالجات ايه؟ اكبر. يعني نشر كوست اعلى. مش من الاول يبقى انت هتبقى واحد معالجه كبيره قوي 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 ضخمه. ماشي كده؟ فبالتالي هتبقى فلوسها عاليه جدا. يبقى بالتالي الفلوس اللي بتتعالج يعني فلوس معالجه الميه ليك بقت عاليه قوي. عايز اقول لك ازازه مثلا ب 100 جنيه، ازازه ميه ب 100 جنيه. لا اروح اشربها زي ما هي من النيل واوفر 100 جنيه. ما لهاش معنى. هل تشتريها؟ انت كانسان هتحتاج كام ازازه ميه في اليوم؟ بالتالي شو هسالك مش هينفع مش منطقي. يقول عليها حاجه اسمها ايه؟ ان ايكونوميكال يعني حاجه غير اقتصاديه. مع ملاحظه حاجه مهمه لازم تحطها في الاعتبار. لو حطيت الشعار ده مش هتنساها ابدا. المطلوب من المحطه اساسا تنتج لك كيلو وات ساعه باقل التكاليف. لو ما حققتش الكلام ده كهن المحطة. ليه؟ هل أنت كمستهلك ينفع أديك الكيلو مثلا ب 100 جنيه؟ ب 1000 جنيه؟ ب 5000 جنيه؟ لا
انت عندك في الشقه تكييف وثلاجه وكمبيوتر وغساله وحاجات كتير. سالك لك مثلا نختار مثلا سالك لك مثلا في الشهر مثلا 100 كيلو مثلا. ابيع لك الكيلو ب 5000. ماشي كده. يبقى ال 100 كيلو دول ياخدوا قد ايه بقى؟ تدفع كل شهر 50000 جنيه كهرباء؟ يبقى مرتبي 150000 مثلا. مش منطقي. عشان كده دي حته مهمه ان انا انتج الكهرباء بس باقل التكاليف. عشان كده فعلا كمبدا عام فعلا بس ما خليهاش على كل المعدات. ليه؟ عشان يبقى في للمستهلك كهرباء طالعه وبرده باقل الايه؟ عشان ما تدلوش كهرباء غاليه بس ملهاش معنى. ملهاش معنى. خلاص لذلك احنا بنكهن المحطات لو الشهر ده انتهى. ولذلك دايما حتى بيبقى في ريبورت دايما بيطلع من قسم الشؤون الفنيه واخد بالك كده، وده ريبورت مهم جدا بتهتم بيه وزاره الكهرباء اللي هو ايه؟ حاجه اسمها السبيسيفيك فيول كونسبشن. السبيسيفيك فيول كونسبشن باعتبار ان الوقود في المحطه هو ده اعلى رننج كوست، ان الرننج كوست زي ما قلت قبل كده متمثله في ايه؟ في الوقود اللي بتحرقه. ماشي كده؟ ده شغال على طول كل ثانيه في وقود في الغلايه بتحرقه. بحرق بمعدل مثلا قلت لك اهو المازوت 21 كيلو جرام في الثانيه. يعني كل في الثانيه 21 كيلو جرام داخلين في الثانيه. في الدقيقه قد ايه؟ في الساعه قد ايه؟ في اليوم قد ايه؟ في الشهر قد ايه؟ رنج الكوست بتاع الوقود عالي قوي. وفي طبعا المينتننس اللي هي السبير بارتس قطع الغيار. كل ما تيجي تعمل صيانه هتشيل القديم وتحط الجديد. بس هتعمل الصيانه كل قد ايه؟ كل سنه سنتين ثلاثه. يعني دول برضه دي خفيفه مش قويه. برضه اجور العاملين الموظفين اللي شغالين في المحطه. فتلاقي دايما اجور العاملين والمينتننس نقدر نقول مش ايه؟ مش زي الوقود. عشان كده قال لك خلاص يبقى بالتالي لما نحب فعلا نحكم على اداء المحطه ماشي كده؟ احكم من زاويه الفيول باعتبار ان ده اكبر رننج كوست بالمقارنه بالمينتننس لكل سنتين ثلاثه اربعه خمسه او باجور العاملين في الشهر ولا حاجه. خصوصا زي ما قلنا اسعار المازوت مثلا عدت دلوقتي ال 2000 طن 2000 جنيه في الطن. الطن ده يعمل لك 4 ميجا. الطن ده اللي كلفك 2200 جنيه ده عمل لك 4 ميجا. شوف بقى هتستهلك كام طن انت بقى عشان تجيب ال 315 اللي هو بتاع الوحده الواحده. عشان كده الوقود ده فظيع لان تكلفته غاليه جدا. عشان كده هو ده من نمره قلت له عليه. المحطات البخاريه المفروض يجب ان هي تحرق بقى اللي سبيسيفيك فيول كونسامشن اللي بقول اتكلم عليه بعدها 220 جرام لكل كيلو وات ساعه طاقه كهربائيه منتجه. هو ده الاستاندرد. سلام. 220 جرام اسمها سبيسيفيك فيول كونسامشن المفروض يبقى ايه؟ لكل ايه؟ كيلو وات اور. دي واحده جهاز الطاقه الكهربائيه مش كيلو وات ساعه. كلمة كيلو وات ساعة دي وحدة جاز طاقة كهربائية. المفروض يبقى كده ده الاستاندرد. طيب لو انت معدل الاستهلاك بدأ يزيد. يزيد. ماشي كده؟ أنا دلوقتي وصلت مثلا من المحطة بتاعتنا كده 245 245 جرام لكل كيلو وات ساعة. أنا زدت على الاستاندرد أهو المفروض الاستاندرد 220. أنا وصلت دلوقتي كام؟ 245 جرام لكل كيلو وات ساعة. في وحدات 248 برضه جرام لكل كيلو وات ساعة. لما افضل ازيد كده هاجي عند وقت معين كده الاقي تكلفة الكيلو وات ساعة اللي طالع ايه؟ تبقى غالي جدا. صح كده؟ ساعتها اسيب المحطة شغالة ولا اوقفها واكهنها؟ اوقف بقى فيها واكهنها. عشان كده الريبورت ده شاهم بيطلع. لازم يطلع على طول وزارة الكهرباء بشكل مستمر عشان القرار يؤخذ بالاستمرار من عدمه. بس ملهاش معنى زي ما قلت لك كده، انا اديك كيلو وات ساعه ب 5000 جنيه بس. ادفع لك 50000 جنيه كل شهر بس عشان كهرباء في الشقه. امال بتاع المصنع يدفع كام؟ بتاع المستشفى يدفع كام؟ ملهاش معنى. عشان كده دايما الهدف من محطات الكهرباء هو انتاج كيلو وات ساعه باقل التكلفه.
يعني باقل كميه من الوقود. ده المقصود يعني اقل تجيب يعني اقل كميه من الوقود. اقل كميه من الوقود. ولذلك الكوباين سايكل ممتازه. يعني مثلا الشمال بيحرق 157 دولار ساعه. اقل من الاستاذ. عشان هو كوباين سايكل عشان شوف هو هناك عمل حاجتين. رفع كفاءه وصلت هناك عنده 57% عشان كده الحرفات وحدات وعنده شوف بقى دي النقطه المهمه السبيسيفيك فول كونسامشن بتاعه كام؟ 157 جرام كل كيلو وات ساعه ممتاز عشان كده بدانا نفكر في الايه؟ كومبايند سايكل بس طبعا زي ما قلنا بقى في مشاكل ثانيه احنا ما بنلجاش ليها عشان طبعا كومبايند سايكل كعدد الناس هتشتغل اقل حاجات في عوامل ثانيه بتاثر برضه القدرات بتاعتها قليله يعني المديول بيبقى 750 ميجا مديول يعني اثنين جاز تيربين مع واحده ستيم تيربين ده مديول المديول بيدي 250 250 250 750 يبقى انت عشان مثلا تعمل بقى محطه في اوضه كبيره فانت عايز كام مديول؟ عندك من برضه الحاجه الثانيه برضه الجاز تيربين متعبه متعبه قوي بعمل لها صيانه كل عدد ساعات من التشغيل استناش دي بقى تخش قهوه واقف الكسر صيانتها مؤلية بتتعمل في غازات غازات حرارتها عالية توصل مثلا 1100 درجة مئوية التنتينات شغالة ب 1100 درجة مئوية والميتال هيبقى شكله ايه؟ وهيتحمل قد ايه؟ واخد بالك والمينتنس بتاعه قد ايه؟ والميتال هيشيل قد ايه؟ ساعات تشغيل عشان كل عدد معين ساعات تشغيل بقى واحد واعمل مثلا صيانه في الكمبريسور، صيانه في الكومباستور، غرف الاحتراق، صيانه في التربينه، كل عدد ساعات. ما اقدرش تفضل راننج على طول كده. اما احنا عندنا هنا في الاستيم ده شغال على طول. ما بتوقفش. خليها شغال على طول ما بتوقفش. شوف كل حاجه ليها مزايا وليها عيوب. عشان كده قدرات قليله، عدد موظفين قليلين، حاجات كتير. كل شويه ايقاف. الوحدات بشكل مستمر لعمل الصيانه عشان كده ما بنقدرش لا نيجي بقى نظام بقى ايه كلونج تايم بقى كده لا ده مش نيجي بقى نيجي بس نقيم الموضوع مثلا بعد 5 سنين هنا وهنا هنلاقي فرق شاسع هو ما بيبانش في اللحظه اللي كله شغال في وقت واحد لكن انت خش بقى على الايه على اللونج تايم كده مختلف لا خسرت يعني سيبش. مش كده بنخليها بقى يعني ايه الحاجات كده يعني او تكتر بقى منها تحس بقى كل حاجات بيها محسوبه